مرتين. بعد ذلك كل فريق كان مصمم على أنه يحدث اليوم الفارق ويواصل خاصة من جانب المولودية التي دخلت من دون مقدمات بهذه المحاولات المتكررة. شوف لاعبين الفريق فيتني كل شيء، جليت من جهة وسليماني من جهة، كانوا هما أسباب نقول كل الهجوم. حتى هذه الفرصة جميلة اللي طاحت عند غازي كان ممكن عليها يسدد، نفس الشيء عند ربيح. وتشوف هنا تألق تاع الحراس مرمى مطارف الشوشي من جهه والحارس مرمى وسرير من جهه اخرى، وهذا الشيء يبين لي اللاعبين الفريق في اثنين جاهز، كانوا محضرين بصفه جيده في المباراه رغم الفرص العديده. الدفاع راه مصمم ومحاولات كلها فشلت بدفاع قوي طبعا، لانه كل فريق كما قلنا قبل بدايه الوصف التفصيلي لهذه المباراه، المولوديه لم ترد ان تستفيق على حسابها ان يستفيق على حسابها الشباب ما دام انها في سلسله نتائج ايجابيه، والشباب ربما ضغط المباراه هو الذي جعله يدخل بكيفيه محتشمه وترك الافضليه للمولوديه مع بدايتها. هي حالة الفريق، حالة شباب بلوزداد ممكن كان في البداية كان شوية في حيرة، ومولودية الجزائر نظن دخلت بثقة كبيرة بعد النتائج الإيجابية اللي حصل عليها، وتحس المولودية راهي في راحة وفي صحة جيدة، تحس بتوزيع الكرة بالانتشار اللاعبين في الميدان في المحاولة دريبلينغ كما تشوف في الحالة مترف راه في راحته، هذا يدل حتى جليت عدة من المرات، وهذه التوزيعة هذه تاع يلاوي هذا طبعا ان دل على شيء ربما يدل على العمل الكبير الذي قام به.